هرجع تاني اتكلم في قصه كهربا. جالي كميه رسائل، معرفش الناس مهتمه جدا بقصه كهربا، مش انه يرجع يلعب ولا لا، هيدفع نص الغرامه ولا الغرامه كلها، بقى حديث الساعه. كل ما اروح حته او افتح الواتساب او حد من الشباب اللي هم في السوشيال يجيبوا لي اللي بيتكتب او الكلام ده، يقولوا لي يا ريس اصله في يا استاذ محمد والغرامه كل درجه ان في حاجات بتنزل كده على السوشيال. انا مش هترجم ولا هقول، بس ده نموذج يعني. ناس بتحط حاجات على السوشيال ومستندات وبتاع وكلام من ده، ان الكهرباء يدفع الفلوس كلها قدامنا. سيبك من ده كله يعني. فالناس مهتميه اكتر ان كهرباء هيتخبط في الستين مليون جنيه ولا في التلاتين. كل اهتمام، كل مش هقول كل جمهور الزمالك، لان جمهور الزمالك الحقيقي ما بيفرقش معاه الكلام ده، هو عايز حق النادي يرجع له خلاص. لو الناس اقرت، لو الناس حكمت بالنص يدفع النص خلاص عادي يعني. الناس عندها سلام نفسي، ما عندهاش احساس الانتقام ده. واذا بيقولوا الغرامه كلها يدفعها كلها، ده الجمهور الحقيقي للزمالك. انما الناس اللي هي بتندفع او مزقوقه او او او، هي اللي بتقعد تغذي اللي مش فاهمين او الجمهور، لا الغرامه كلها، لا عشان كده بتكلم تاني في الموضوع وباكد تاني وعلى مسؤوليتي ايه، ان كهربا هيدفع نص الغرامه للمره الكام دي، العشره، ان كهربا هيدفع نص الغرامه. ولما بقول على مسؤوليتي ما براهنش يعني في سبق خيل، ده انا بقول وفق معلومات اخدتها من مستندات ومن ردود تلقاها المحامين بتوع كهربا اللي بره مصر، رسمي من الجهات اللي كهربا بيتفق معاهم يسدد الغرامه كام وازاي وامتى. دي ردود رسميه، مش بنقول كلام كده يعني، اللي هو يعني بمشاعر وباحاسيس. انا ماليش فيه يدفع كلها، يدفع نصها، يدفع تمنها، ما يدفعهاش. ده بالنسبه لي ده شغل، بالنسبه لنا احنا كاعلاميين ده شغل يعني. فوفق الردود اللي وصلت رسمي والتفسيرات اللي وصلت رسمي، سواء من الكاس المحكمه الرياضيه او من الاتحاد الدولي وغرفه فض المنازعات في الاتحاد الدولي للمحامين بتوع الكهرباء اللي بره مصر، سيبك بقى من المستند ده خلاص بقى، ما ده كل ده فيك، مش فيك يعني، بس كل ده تفسيره، مش انا اللي بفسر، انا ماليش علاقه بالتفاسير. اللي بيفسر الجهات اللي هي بتصدر الاوامر في السداد وكل الكلام ده، ما وصل المحامين رسمي ثلاث حاجات. واحد، نص الغرامة بفوائدها. اتنين، يحق لها التقسيط بإلزام الفيفا لنادي الزمالك بقبول تقسيط بضمان النادي الأهلي. نمرة تلاتة، أنه يودع الأموال في أي حساب من الحسابات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي. دول الثلاث حاجات. قول فصل يعني، مش بنقول كده عشان خاطر يعني نكيد حد، ولا بنقول كده عشان نخلي حد جامد، ولا نكبر حد، ولا نصغر حد. ده انا بقول لكم معلومات. ولولا ان الناس لغايه دلوقتي مش عايزه تفجر المواضيع دي لغايه ما تنتهي تماما ويسددوا تماما، كنت جبت لكم الورق ده عرضته. انما انا بقول لكم الكلام وعلى مسؤوليتي الشخصيه، ان كهربا هيدفع نص الغرامة. هو شخصيا رفض التقسيط، ومحاميه رفض انه يقسط. ليه؟ علشان خاطر ما يفضلش عايش في الاجواء دي الفترة اللي جاية. يعني ايه؟ يعني انت عليك 30 مليون مثلا، او 32 مليون بالفوائد مثلا يعني، فانت هتقسطهم على 5 اقساط 6 اقساط 4 زي ما يتفق الفيفا مع الناس يعني. فكل قسط قبليها بقى انت عليك قسط بعد اسبوع، انت ما اعرفش ايه، فهو مش عايز يعيش الاجواء دي خلاص. استلم فلوسه من النادي الاهلي بتاعت السنه اللي فاتت ومقدمات السنه دي، والدنيا معاه تمام. وبرده وفق النهارده الكابتن خطيب كان موجود في الفرع بتاع الشيخ زايد، استلم تقرير رسمي عن القصه دي،
وعندنا صور للكابتن خطيب وهو في الشيخ زايد وكان بيلتقي مع الناس، يعني التقى مع الكابتن وليد سليمان ومع الكابتن حسام غالي ومع الناس لجنه التخطيط او الناس المسؤوله عن الكوره وكل الكلام ده. اهو هو موجود في الشيخ زايد طبعا، عمل جوله وفي افتتاحات ومنشات في الشيخ زايد الحقيقه حاجه عظمه يعني. ده فرع الشيخ زايد اهو بيسلم على الناس المسؤولين في النادي او الاداريين او الكلام ده، بيطلع على كل ما هو جديد بيتم في الشيخ زايد زي ما احنا شايفين كده. دي كل دي انشاءات جديده بتتم هناك في الشيخ زايد، وادي الجيم، وبيلتقي طبعا باعضاء جمعيه العموميه والموظفات وكل الناس، وبعدين التقى بالناس المسؤوله عن الكوره. عندنا لقطات بقى لوليد سليمان طبعا بيلتقي طبعا مع المدربين ومع الناس. انا عايز بقى الصور اللي هي بتاعت فرقه الكوره يا جماعه زي ما احنا شايفين اهو، مع كابتن خالد بيب، وده كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين ونائب رئيس قطاع الناشئين اهو يعني. فالكابتن خطيب تلقى تقرير رسمي عن الواقعه دي، فاللي انا بقوله لكم ده، وان شاء الله كهربا سيقيد افريقيا في يناير الجاي، من 1 ل 15 يناير هتلاقي كهربا مقيد افريقيا في النادي الاهلي، ودوري المجموعات هيبقى في شهر فبراير هيشارك بشكل رسمي، وهيكون الموضوع ده اغلق تماما. ده فيما يخص كهربا عشان ما تقعدش الناس تبعت لي وتتكلم، وده بشكل واضح ونهائي. واحنا بنقول الكلام ده يا جماعه لا بعاطفه ولا بانتماءات، احنا بنقول كلام مهني تماما مبني على معلومات ومستندات.